أعلنت وزارة الإسكان عن شروعها في توزيع 5000 وحدة سكنية اعتبارا من اليوم في إطار جدول زمني يستمر حتى نهاية العام الجاري، وذلك تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التي أمر بها سموه خلال الملتقى الحكومي الذي عقد مؤخرا. من على منصة الملتقى الحكومي 2018 أطلق سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أمره بالشروع في توزيع 5000 وحدة سكنية لتتواصل بذلك جهود الحكومة في عملية التوزيعات الإسكانية، حيث أعلنت وزارة الإسكان اليوم عن تنفيذها لأمر سموه في إطار جدول زمني يستمر حتى نهاية العام الجاري. لله الحمد، اليوم وزارة الإسكان استقبلت الدفعة الأولى من المواطنين من ضمن قائمة من المرشحين ضمن 5000 وحدة سكنية اللي أمر فيها سيدي صاحب السمو ولي العهد أثناء الملتقى الحكومي. تمثل 5000 تقريبا 17 مشروع تغطي مختلف مناطق ومحافظات المملكة، المحافظة الشمالية، المحافظة الجنوبية، محافظة المحرق، محافظة العاصمة، وهناك أكثر من 5 مشاريع من هذه المشاريع لتسليم بإذن الله المفاتيح. إن الجدول الزمني لتنفيذ أمر سمو ولي العهد يتضمن توزيع وحدات سكنية في 17 مشروعاً إسكانياً، وتشمل مناطق اللوزي ومدينة حمد والرمل ومدينة سلمان ومدينة شرق الحد، بالإضافة إلى المشاريع المنفذة في الجفير والبحير ومدينة خليفة وتوبلي. نشكر وزارة الإسكان، طبعاً هي فرحة ما توصف بخصوص هذه التوزيع اللي حصلناه، ونشكر الوزارة على جهودها المتواصلة إن شاء الله. كانت الأمور طيبة يعني، والكل كان مرتاح، والحمد لله حصلنا بعد يعني في نفس الموقع اللي حوالي إحنا ساكنين فيه. كنا نأمل يعني أن نحصل في منطقة قريبة من منطقة سكننا. طبعا في النهاية أشكر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ولي العهد على مبادراتهم. أشكر ولي العهد على المبادرة السريعة تسريع الوحدات الإسكانية للمواطنين، وأشكر وزير الإسكان لحضوره معنا والتفاعل، والحمد لله رب العالمين الوحدات اللي كنا احنا نرتئي منها فالحمد لله يعني هي اللي حصلناها الوحدات، وأشكر كل الشكر الجزيل على هاي المبادرة السريعة. دور الوزارة لم يقتصر على هذا الحد، إلا أنها قامت بتشكيل فريق عمل من إدارات المشاريع والخدمات الإسكانية لتحديد مناطق التوزيع وحصر قوائم المستفيدين، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل لضمان وصول الخدمة الإسكانية لمستحقيها. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.